السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم حنا في الرياض محافظة مزاحمية، مشروع زيارة المشروع الدكتور عصام الحاري، ما شاء الله تبارك. ومعنا المهندس محمد عبد الرازق، يلا حيه. الله يحييك بارك فيك. هلا والله ومسهلا، حياكم الله جميعا. ما شاء الله، نبيك تعرفنا على مشروعكم وش جديدكم وش عندكم. والله مشروعنا متخصص في تربية الأغنام عامة، نستهدف في الغالب الغنم النعيم لأن توزيعه في المنطقة الوسطى عندنا يكون أسهل وأسرع. عندنا برضو مجموعة حري ومجموعة معزة لكنها تعتبر قليلة شوي، لكن نحاول أن احنا نطور باستمرار وأن احنا نكون عندنا أفضل الإمكانيات بحيث أن احنا نطلع منتج كويس، منتج نظيف معتمد على الأعلاف الطبيعية، تولد الغنم عندنا وبعدين نسمن أولادها، وبعد التسمين نبيعها، يجونا مثلا تجار بعد ما ننفذ البيع عندنا بنسوق بطريقة معينة في جميع الطرق، يعني معظمها ناس تعرفها. في الغالب بيجينا الناس، يعني كثرة الانتاج عندكم مهم، هذا انك تهتم بكثرة انتاج المشروع اهم شيء طبعا، لان هذا اللي بيوفر علينا موضوع التكاليف. في الغالب المربين كلهم يعتمدون على يقللوا في نسبة التعليف وفي نسبة في تكاليف التغذية، ده شيء كويس، لكن زيادة الانتاجية تعطيني ربح اكبر وتعطيني عائد عن المصروف اللي انا صرفته واهتميت به في التغذية، لان زي ما احنا عارفين ان التغذية بتمثل جزء كبير جدا من المصروفات، وبالتالي هي لها تأثير كبير ان لم يكن 80 او 85% من تكاليف المشروع ومن الاشياء الضرورية في المشروع اللي تساعد على الانتاج، فبالتالي لازم اعطيها اكبر قدر من الاهتمام اللي يعطيني الانتاجية اللي انا ابغاها في السنة باذن الله. هل الانتاج تبعونه جميع يعني ولا في الغالب؟ لا، في الغالب نبيع على دفعات، بس نبيع جملة يعني. أنا وضع هنا يعني أنا مدير المشروع بالكامل، ويعتبر يعني حلقة الوصل بين العاملين في المشروع، عندي هنا مجموعة من العمال، وطبعا حلقة وصل زي ما قلنا بينهم وبين صاحب المشروع وبين أيضا مشروع، نعلمه كل التفاصيل الموجودة، نتابع الولادات، نتابع أمور التغذية والأمور الطبية. بالنسبة لمشترى الأغنام وكذا برضو نتساعد معاه فيها ونقوم بها على الوجه الأكمل الحمد لله. كم إنتاجكم بس سنة؟ إنتاج المشروع ذا كم؟ احنا المشروع حقنا يستوعب 1000 راس من الأمهات، طبعا غير مواليدها، يعني نقول يستوعب الإجمالي 2000 راس. الحمد لله ننتج مرتين في السنة من الضأن بأنواعها، يعني من الغنم عامة بأنواعها سواء معزة أو ضأن نعيم أو حري. وطبعا الأمور هذه كلها باهتمامنا الأول، في المقام الأول هو التغذية، اهتمامنا في المقام الأول في التغذية. طبعا لا يعني لا نهمل الموضوع الوقائي، الوقاية تشمل برضو أشياء كثيرة، أولها التطعيم هو الأساسي في حماية الغنم بعد الله يعني، لكنه من أول الأسباب اللي لازم ناخدها في الحسبان. طبعا يقلل لنا من نسبة النفوق، فوائد كثيرة للتطعيم الكثير ما يجهلها الحمد لله. طبعا في سور كامل على المشروع برضه، هذا يعتبر نظام وقائي من الحيوانات الضالة أكرمكم الله. وعندنا برضه من وسائل الوقاية هو غسيل الغنم أسبوعيا في خاصة فترة الصيف، تحميها الحمد لله من الجرب والطفيلات الخارجية عامة، وتقلل نسبة الحشرات الموجودة والذباب وأكرمكم الله من الأشياء هذه. فيعتبر الوقاية لا يعني لها أهمية برضو أيضا كبيرة في موضوع التربية. فعندنا الحين احنا موجودين في المستودع حق الأعلاف، من أساليب الوقاية أن السيارات ما تدخل عندنا المشروع، بالتالي مسوين لها أبواب من الخارج، العمالة تنزل الأعلاف. السبب يعني لو دخلت السيارات وش السبب؟ السيارات بتيجي من مزارع وتيجي من أسواق وتيجي من أماكن احنا ما نعرف يعني إيش اللي محملة من أمراض أو كده، حتى أصلا لو برضو بتدخل المشروع المفروض أنها تعقم وتعقم الكفرات، تعقم السيارة من الخارج. يعني ما حد يدخل مشروعكم هذا؟ نهائيا ما أحد يدخل، حتى في عندنا من أساليب الوقاية أماكن مخصصة للبيع، مكان البيع إذا في تاجر بيجي أو أحد يشوف مجموعة من الغنم المعروضة للبيع
ما يدخل على هذا الأعلام خوف الباقي. من العين ولا وقاية ذا؟ لا هو كده كده شايف إنتاجنا، فالحمد لله ما ربنا شاء الله. الحارس يعني. فلكن هذا من الأشياء المهمة الضرورية اللي عشان ما تنقل الأمراض، لأن التاجر في الغالب بيجي من الأسواق برضو، يكون عنده مراح، يكون عنده حلال، ما نعرف برضو إيش الأشياء. أشوف هالدباب عندك مشوله ها. والله الدباب هذا العمالة توزع عليه الأعلاف، بيقلل موضوع الوقت اللي ضايع، يضيعوه العمال في شيل ورجع وودي وجيب، ما شاء فهذا الله. شيء بيوفر عليهم يعني. التعليف ممكن ياخذ منهم بالكثير نص ساعة أو ساعة إلا ربع على المشروع كامل اللي هو الألف راس أو الألفين راس، فبيوفر عليهم في الوقت كتير. بستخدمهم في أشياء تانية، في تقليم الأظلاف، في قز الصوف، في عمليات تانية مهمة، والتطعيم الطعمونة. ونطعم طبعا تطعيمات دورية كلها. في الغالب بنركز على الدم والمعوى بوجه كبير، المنطقة الوسطى عندنا يعني مركز عليه بوجه أكبر، والحمد لله الأمور التانية يعني ما تجينا بكثرة. وبحكم إن الحمد لله متابع كم مشروع جنبنا هنا، صحيح فأعرف إيش اللي موجود فيها، فبفضل الله الأمور طيبة الحمد لله. بالنسبة تصميم للتطعيم الحظائر هذا من اللي اقترحه؟ أنا بفضل الله ما اللي شاء الله اخترعته والله وأسست تصميم رائع. المشروع. نقول نشوفه، قول نروح له. مهندس محمد أشوفكم تشددين قوة، ما حد يدخل المشروع حتى كذلك، أي شيء كلش خارج حتى شو حاطين السبر طبعا هو هذا. الاهتمام ضروري، النظام يعني في ناس تهتم بأشياء ويتعبوا فيها وهي ما تعطيهم العائد اللي يبغوه، صحيح لكن إذا سويت نظام من لازم يكون نظام محكم من جميع الأشياء. زي ما قلنا عن الأعلاف، قلنا برضه عن تحميل الأغنام، ما في سيارة تدخل تحمل غنم من جوه المشروع، طلعوا لا الغنم انتم. تطلع ليها باب خارجي ايه توقف السيارة برا، وهذا ايه مطلع حق التحميل، ما شاء تحجز الله فيه الغنم ما شاء الله وتحمل على السيارة، ما شاء الله وكذلك يسهل لنا عملية النزول. ما شاء المنطقة الله. هذه نحجر فيها الغنم يعني، تفضل هنا شوية نعقمها قبل ما تنزل المشروع، بالتالي بقى تعقيم كيف تغسلونه يعني؟ نغسلها. أيوة قبل ما تدخل طبعا نغسلها بالمطهر عامة، بحيث ان احنا نضمن برضو هي جاية برضو من مزارع تانية او من الاسواق، فإلى بقدر الامكان نقدر نقلل العدوى اللي تيجي للحلال اللي موجود بالفعل. وبرضو في بعد نزول الغنم بتنزل في مكان مخصص لها برضو، يعتبر في الجهة الجنوبية من المشروع، بحيث ان ما يكون في مهب الريح ان هو يعدي الاغنام الباقية او كده، فلازم يكون في سيطرة بقدر الامكان يعني، ما تدخل على حلالكم ما على طول. ندخله، لا لازم نتأكد خلوه من الأمراض الأول وياخد تطعيماته كاملة، وبعدين ندخله مع الحلال عادي. ما شاء الله. أشوف الأعلاف حاطينها خارجية، وش السبب؟ والله السبب أول شيء إن توزيع العلف بيكون سهل على العمال، الشيء الثاني بتصطف الأغنام صف واحد، ما في بيكون تزاحم على العلف، بنكون كل واحدة لها مساحة على المعلف، بتكون بتاكل وهي مرتاحة، فبالتالي بضمن انها وصل لها احتياجاتها الغذائيه اللي انا محددها لها في البدايه. وده من ضمن برضو الامور الوقائيه ان انا اقدر اغسل المعلف، اغسله بالمطهر برضو كل فتره، ممكن كل اسبوع وكل شهر على حسب الاشياء الموجوده عندي المتاحه، فبضمن خلو يعني بضمن الصحه العامه للمشروع وللحلال الموجود. وزي ما حضرتك شايف ما شاء الغنم الله صحتها الحمد لله ما كويسه. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وصل الله ان مشروعكم راقي بمعنى الكلمة. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، احنا نحاول نجتهد. حتى شوف الماء كذلك عوامة حاطين له ها. اي الحمد لله العوامات هذه ضرورية، توفير مصدر موية كويس نظيف باستمرار قدام الغنم، نقدر نتحكم فيها ان احنا متى نعطيها موية او متى نعطشها، بحيث ان نعطيها فيتامين او الاشياء هذه. الفيتامينات كيف تقول انت؟ قلت لي نحطها في الخزان، عندنا خزان مرتفع على ارتفاع لا يقل عن 4 أو 5 متر، وكل ما ارتفع طبعا يكون احسن. وبعطش الغنم لمدة مثلا 2 أو 3 حسب الفصل اللي انا فيه، شتاء او صيف، وعلى هذا الاساس بحط المويه والدواء اللي بحطه، طبعا في الغالب بيكون فيتامينات او اشياء عاديه يعني، ما بستخدم مضادات الحيويه والاشياء هذه ما نستخدمها الا مع الحالات الفرديه، كيف؟ وبالتالي بضمن الغنم كلها وصلها الماء بالفيتامين الموجود. كيف ما تحط مضاد بعد بالماء؟ فبنضمن ان الغنم كلها وصلها الفيتامين او الاشياء اللي حطيناها في المويه، فبتساعدنا على رفع المناعه، بتساعدنا على
الصحة العامة للحلال. كم كل شهر ولكل شهرين تحط لا لهن؟ كل شهر نحط باستمرار كل شهر، بس طبعا ايش النوع اللي بنحطه او ايش المادة اللي بنحطها تتوقف على الفصل الانتاجي او الفصل اللي بنمشي في. فصل الصيف مثلا بنحتاج فيتامين سي. وش فائدة الفيتامينات؟ وكيف أعرف إن بعد حلال يحتاج فيتامينات؟ طبعا في اشياء كثيره، مؤشرات كثيره، منها الصوف، منها الصحه العامه الحيويه والنشاط حق وكذلك الإنتاج الحلال له دور. إنتاج والانتاج طبعا، نعم. نسبه الانتاج والسجلات اللي مسجله عندي هذا برجع لها. تنويه يعني كذلك لأهل الحلال لازم من الفيتامين. وش بيضرك؟ بهل ما ولا يضر شيء أبدا. بس هذول يقولون نستخدمه كل شهر، كل شهر كل أنت شهر كل خمس شهر ايام في الشهر. الفيتامين ضروري للحلال يا جماعة. أشوف الحظائر عندك مرقمة. اي طبعا احنا مخصصين لكل حظيرة هذا رقم عدد واحد معين، اثنين اي نعم ايه. وفي نفس الوقت مرقمينها بحيث ان نكون عارفين مسجلين على الكمبيوتر، ها الغنم رقمها كده في الحظيرة رقم كده. فالاشياء هذه برضه ضرورية، نعرف ولدت مكان ولادتها كان فين، ايش الفحل اللي حطيناه معاها، وكل فحل عليه رقم لحاله، وكل غنم عليها رقم لحالها. والحظائر زي ما حضرتك شايف مقسمة لقسمين، كل حظيرة فيها جزء خاص بالأمهات وجزء أصغر منه خاص بالمواليد. يعني الغنم لما تولد نبدأ نعزل ولدها في القسم الصغير ده، ونكون مجهز زي ما حضرتك شايف حاطين فيه جير أو نورة، وبرضه نعقم المكان. الحين داخل عندنا موسم ولادات، فبدأنا في فكرة نشارة الخشب بحيث نقلل الرطوبة في الفرشة والأرضية اللي موجودة، تقلل عندنا المشاكل التنفسية والأشياء هذه كلها، فنضمن صحة مواليد جيدة الحمد لله. ومع ذلك برضو موفرين للمواليد كذلك مسهلين للشيء والدخوله. هذا حاطين البوابات مقياس الشيء ولو اكبر بعد ولا أكبر من الشاول. الشاول مترين، أو البوبكات الصغير يعتبر مترين. وكم كل هذه وقت مساحة 4 متر. أو لاحتجتوه ولا ممكن؟ لا هو في الغالب يكون كل 6 شهور مع توزيع الغنم في الحظيرة بعدد مناسب، فبنضمن إنها نظيفة باستمرار. لكن ما في يعني برضه لازم نهتم بموضوع التنظيف، كل 6 شهور لازم نمسح الأرض كلها مسح شامل ونعقمها، وبعدين نحط عليها طبقة من الرمل النظيف الجاف، بحيث ان احنا نضمن برضو ان موضوع البكتيريا والفيروسات ما تنشط عندنا بدرجة كبيرة يعني. والجزء خاص المولود هو اللي بنوليه اهتمام اكبر، لان المولود بيكون لسه مولود يعني برضو مناعته ضعيفة، لسه ما تعود على الجو اللي موجود، فلازم نوفر له كل السبل ان احنا ناخد منه انتاج جيد فيما بعد، يوصل في لوزن كويس. المربي بيهتم بأشياء وبيعاني كتير بصراحة، من إشرافي على مجموعة من الناس في البر وفي المزارع وفي غيره، الناس بصراحة بتتعب كتير، لكن لازم التعب اللي أنا بتعبه لازم يكون في محله، المصروف اللي بصرفه لازم يكون في محله. أهتم بشيء معين لازم يكون مدروس ونرجع فيه لأهل الخبرة نستشيرهم، والحمد لله يعني الزراعة ما تقصر، وإحنا نفسنا في الغالب نرجع للزراعة في أشياء. أما نحتاج أدوية وكده الحمد لله بيوفروها لينا، فيتامينات أو أي شيء بنطلبه الحمد لله بيوفروه قدر المستطاع، يعني تطعيمات والأشياء هذه كلها. كل هالوقاية والتعب اللي تتعبونه، هل إنتاجكم 100%؟ والله شوف ما نقدرش نقول حاجة 100%، لكن الحمد لله بنوصل لأعلى إنتاج إحنا آملين فيه أو مخططين له. صحيح. والإنسان لابد لازم يكون سنة عن سنة وموسم عن موسم يفرق ويطور زيادة، ويشوف ايش الاخطاء اللي كانت عنده الموسم الماضي. فزي ما بنقول كل موسم لازم الواحد يشوف ايش الاخطاء اللي كانت عنده الموسم الماضي ويحسنها في الموسم اللي جاي عشان يتجنب الاخطاء وكده، ويكون عنده نسبة الربح اكبر، ويكون في فايدة للموضوع. لان موضوع الانتاج الحيواني عامة يستوجب الاستمرارية، لازم استمر واتعلم من اخطائي واحسنها موسم عن موسم ويوم عن يوم. واللي يساعدني في كده هو موضوع السجلات، لازم اكون عارف عندي تاريخ المزرعة ماشي كيف، الحالات المرضية اللي مرت بها المزرعة ايا كان مرض لا قدر الله وبائي او امراض فردية، فهذه اشياء لازم تكون مسجلة عندي، والمواليد اللي جت عندي نسبة المواليد عددها نسبة النفوق، كل هذه لازم اشياء تحط في الحسبان. جملة المصاريف لازم ادقق في الامور هذه، كم صرفت وكم ربحت. في الغالب الناس تصرف ويكب ما يعرف، يكب شعير، يكب برسيم، يكب اي نوع من الانواع اللي صحيح. نستخدمها، لكن ما يحسب. تيجي تسأله عندك كم نفوق ما يدري، عندك كم ولادات ما يدري، نسبة التوائم عندك كم ما يدري. فالاهتمام بالسجلات شيء ضروري. أنا عندي لكن هنا تقول انه العمال ما يدري عن حلاله، الحل لهالشيء ده وشو؟
والله الحل التسجيل، لازم يتابع لازم العمال ارقم حلالي اول كله. شيء، رقم الحلال، ثاني ايه شيء متابعة العمال والتجديد عليهم في اي شيء، ويتابع معهم سواء هو موجود او ما هو موجود، يتابع بالجوال حالة نفوق تحصل لازم يصوروا له اياها، حرصا اولا ان هو يبقى عارف ايش اللي صار في حلاله، والشيء الثاني انه يكون متابع، مشكلة صارت يعرف يكتشفها بسرعة، حصل عنده عدوى، حصل عنده شيء يقدر يتصرف، العامل ما هو الا يحط علف، يمسك هذه، ينظف هذه، يغسل هذه، لا نقلل من قدرهم طبعا، احنا ما نقدر نشتغل من غيرهم، لكن لازم يكون عندنا اهتمام زايد بالمتابعة الشخصية يوميا، لازم متابعة شخصية، يعني لا نقول الواحد يعرف حلاله لازم يرقمه، طبعا لازم لازم يرقمه، الترقيم ضروري، لازم احنا هنا مرقمين الحلال كله، وحاطين له سجل انت ولا حاطين له سجل، ومع ذلك كمان بنرقمه يعني على الأذنين، فالحرص على السجلات. انت موصل سجلاتك للكمبيوتر؟ اي طبعا على الكمبيوتر، ايه. العامل برنامج بيسجل وانا انت بسجل. مصلحه ولا كيف جايك؟ لا والله الشغل يعني يعتبر عادي، على برنامج عادي على الاكسل على الكمبيوتر، لكن برضو هذا من نوع من انواع التطوير، ان احنا يكون عندنا برنامج خاص ما بالمزرعة، شاء الله. المواليد كل شيء يسجل، اي حركة في المشروع تسجل، مبيعات شهرية، مشتريات، اي شيء لازم تسجله. نصيحك يعني توجهه لأصحاب المشاريع؟ والله النظام هو كل شيء، الإدارة الجيدة للمشروع هي الأساس، الإدارة تشمل يعني أقسام كثير، إدارة التغذية، الإدارة الوقائية، إدارة العمال نفسهم، اختيار عمال مناسبة، معاملة العمال نفسها معاملة تليق بهم كآدميين، لأنه برضو ما ينفعش إن أنا أراعي الحلال وإن هذا حيوان، البني آدم برضو له حقوق لازم ياخدها، وبالتالي لازم أطلب منه أشياء، فبالتالي لازم عشان اطلب من العامل الاشياء والواجبات اللي عليه ويقوم بها على الوجه الاكمل، لازم برضه اكون موفر له عيشة طيبة تؤدي الغرض المطلوب، يعني لازم الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في المشروع، السجلات امر ضروري، برامج التغذية والتغذية في مواعيد معينة، والاهتمام بالاوقات وضع الغذاء امام الحلال، هذه كلها اشياء تؤثر في الانتاج. موضوع ال استغفر الله، الإدارة زي ما قلنا الإدارة شاملة لكل شيء، حتى من البداية إدارة وتنظيم الحظائر نفسها من المظلات والعزل الحراري، تصريف المياه، لازم يكون عندي أشياء يعني تطلع للأشياء دي كلها. طبعا مشروعكم كمله هذا الحمد لله الحين له تم سنتين، سنتين، هل هو يعني طلع أرباحه ولا الحمد لله في العام الأول بعد ما ما صفينا شاء الله طلعنا، ما شاء الله ما شاء رجعنا الله. جزء من رأس المال. تصميمك للمظلات وش قام عليه، يعني وش بنيت عليه؟ والله طبعا هي كل أشياء يعني مدروسة بالفعل، كل شيء له يعني حاجة معينة مسوينه عشانها، يعني مثلا المظلات مسوين مظلات على ارتفاع 4 متر بحيث نوفر تهوية جيدة للغنم، ومع ذلك برضو حاطين عازل تحت الصاج أو الشين كله موجود، علشان في وقت الظهيرة زي ما احنا شايفين كده الغنم بتتجمع كلها تحت المظلة، فما ودي يجيها كمان حرارة من الصاج والحديد والشغلات هذه بتأثر على عليها صحيا، ما تقدر مناعتها تكون ضعيفة، ما تقدر يروجي مرض لا قدر الله، ما تقدر تتحمله، وبالتالي لما اجي اعالجها برضو نتيجة العلاج ما يعطيني النتيجة اللي انا عاوزها، وفي الاخر ما ارجع اشوف ايش الاسباب ما اعرفها، فالاسباب بسيطة واسباب فنية لازم نراعيها في التصميم ونراعيها في انشاء المزرعة. موضوع المظلة والحظائر والعزل وكذا هذا خاص طبعا بفصل الصيف، مع ذلك برضو في فصل الشتاء في مجاري او مجرى لتصريف الامطار، وطبعا السقف فيه ميول بحيث ينحدر من عليه الماء، في مجرى في نهاية كل حظيرة يخرج الماء خارج المزرعة بحيث ان اقلل نسبة الماء الموجودة في المزرعة اللي تسبب لي مشاكل في الحافرة الله يكرمكم، ومشاكل صحية وتنفسية والاشياء هذه كلها، فقدر الامكان بنحاول ان احنا نكون المكان مهيأ، بما اني حطيت الغنم في مزرعة لازم اوفر لها كل السبل اللي تساعدها على الانتاج الجيد ويكون مرضي للمربي بإذن الله. من برضو التصميم لازم نراعي الشوارع اللي هي الداخلية، ممر بين المعالف، سهولة الدخول وخروج مثلا سيارة العلف أو زي ما شفناه في المستودع اللي هو الدباب، العمال تقدر تعلف بسهولة، كذلك عندنا من النظام الوقائي، هذه فكرة يعني بسيطة جدا وما هي مكلفة، كل تكلفتها لا تق... يعني لا تزيد عن 500 600 ريال،
خزان نحط فيه المطهر ايا كان نوعه على حسب الشيء اللي هنستخدمه، وموصلين عليه دينامو، ما تكلفته بسيطة ولاي زي ما احنا شايفين. نغسل به الغنم يعني في الصيف نغسلها كل اسبوع مرة، احيانا نغسلها موية عادية بحيث ان احنا نلطف على درجة الحرارة للغنم، احيانا نغسلها بالمبيد نحط فيه انواع معينة من المبيدات نحافظ عليها من الطفيليات الخارجية زي ما ذكرنا في الاول. الاشياء هذه كلها هذه من الاشياء. مشروع قايم الصراحة بترتيب وتنظيم حلو، يعني يقدر يتحكم على المشروع كله عن طريق الخزانة اللي انتم حاطينها. نعم أيه. أي. في محبس خاص هناك كل المشروع يوصل له للمشروع كامل. أيه. هالعوامات هذه له خط في وسط المشروع أي. وموزع على الجانبين يمين ويسار، كل حظيرة فيها تقريبا اثنين اربعة حوالي ستة عوامات خاصة بمياه الشرب، فبالتالي موضوع الأدوية والأشياء دي بتكون بسيطة وبحطها بدقة. يعني مثلا أبقى عارف الخزان كم لتر، أحط عليه كم لتر من الدواء أو من الفيتامين اللي بحطه، مش بعطي كده عشوائيا وبس. لو عندي المعالف اللي هي الكبيرة اللي نحط فيها الموية في الأحواش العادية أو البدائية، ما يعرف يحط كم سنتي أو كم ملي على الموية اللي عنده، فبالتالي يا إما عطى زيادة عن حقه، هذا يعتبر هدر للمال، وفي نفس الوقت ممكن يحط كمية قليلة ما وصلت للحلال أو ما خدت كفايتها من ذلك حرصهم على الطرق، هذا مزفلتين وهذا عشان الدباب ولا عشان والله عشان الدباب وعشان النظافة العامة ايه. يعني الأشياء هذه كلها، ما شاء الله ما حرصا شاء على الله خط المياه الموجود برضو، يجي تنظيف من الشاوي اللي ممكن يكسر ماسورة أو شيء، ما شاء الله ما شاء الله فكله في صالح المشروع، ما شاء الله وما هو شيء المكلف بزيادة ولا هو الشيء اللي هو أقل من المطلوب، يعني لا هو شيء مبالغ فيه ولا هو شيء قليل، ما يعني شاء الله بنحاول بقدر الإمكان نكون على قد الإيش المسؤولية أو الاحتياجات اللي تبغاها الغنم بوجه عام. ما شاء الله. نقلنا لكم بعض خبرات المشروع، ونحب نشكر ختاما الدكتور عاصم، وتمنينا انه كان موجود لكن على حسب عمله الله يوفقنا وياه الله يعين ونبلغ الجميع سلامنا له، إن شاء الله يوصل السلام، وتحياتي وشكرا لكم لك انت جميعا. كذلك اتعبناك الله، معنا، لا فرصة سعيدة والله، ونتمنى أن نشوفكم دايما على خير إن الله شاء الله. يجزاك، احنا حبينا ننقل الخبرات للمربين، احنا تحت أمركم تحت هنا في أي وقت إن شاء الله. الله يجزاك، الله شكرا يسعدكم لك الله يسعدكم. الله.